ادريس شاكين مدير الثانويه الاعداديه محمد حمصاري بالجديده. اليوم تيصادف امتحان واحد المحل ديال دوره فبراير 2024. هذا اثناء تنجز ماده اللغه الانجليزيه. عدد المترشحين 605 موزعين الى 25 قاعه. كاين جوج اساتذه مراقبين والامور عاديه نفس الاجراءات اللي كتم في الامتحانات. ومرحبا بكم. واش ما يعني ما كانش شي حاله ديال الغش ولا هذا القبيل؟ لا، الساعه لم تسجل اي حاله غش. امور مزيانه. شكرا لك سيدي.